السلام عليكم. ما موضوع سوف نتطرق فيه اليوم لأن لإحدى السلوك الذي يجب على المؤمن أن يتشبت بها لما فيها من صلاح وجزاء وتواب عند الله لا يقدر بثمن، ألا هو أو ألا وهي خلق الشفقة على خلق الله وكل ما خلق الله، كذلك فضل الترحم. إخوان، هذا موضوع له أهمية كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: ليس الرحيم من يرحم نفسه خاصة، ولكن الرحيم من يرحم نفسه وغيره. ومعنى رحمته لنفسه أن يرحمها من عذاب الله تعالى بترك المعاصي والتوبة، والتوبة منها وفعل الطاعات والإخلاص فيها. ومعنى رحمته لغيره أن لا يسعى في أذية أخيه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه وكذلك ويرحم. كذلك الشائل كل ما خلق الله مثل البهائم فلا يكلفها ما لا تطيق. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل بها وشرب ثم طلع فإذا كلب يلهث من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه فسقي الكلب فشكر الله تعالى له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم لا أجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. قال الله تعالى في محكم تنزيله: والله يحب المحسنين، خصوصا إلى الدابة والرقيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرقيق: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوة تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتمهم فأعينوهم. هكذا إخوان، فإن الشفقة وفضل الترحم عظيم في ديننا الإسلامي. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا من أهل الذمة يسأل علي على أبواب الناس وهو شيخ كبير، فقال له عمر رضي الله عنه: ما أنصفناك، أخذنا منك الجزية ما دمت شابا، ثم ضيعناك اليوم وأمر أن يجرى عليه قوته من بيت مال المسلمين. حكي أن عيسى عليه السلام خرج يوما فلقي إبليس وبيده عسل في الأخرى رماد، فقال: ما تفعل يا عدو الله بهذا العسل والرماد؟ قال: أما العسل فأجعله على شفاء المغتابين حتى يبلغوا منها، وأما الرماد فأضع على وجه اليتامى حتى يبغضهم الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اليتيمة إذا ضرب اهتز عرش الرحمن لبكائه، فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي، من أبكى هذا الصبي الذي غيبت أباه في التراب؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من آوى يتيما إلى طعامه وشربه أوجب الله الجنة. وروي المقداد بن شرع عن أبي عن جدي قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: إن من موجبات المغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. فالسخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد من الجنة، بعيد عن بعيد من الناس، قريب من النار. لذلك إخوان، حكي في بعض أثر قال موسى عليه السلام: يا ربي أوصني بوصية. قال: كن مشفقا على خلقي. قال: نعم، فأراد الله أن يظهر شفقته
للملائكة فبعث إليه ميكائيل في صورة طير صغير وجبريل في صورة شاهين. فجاء الطير الصغير إلى موسى وقال لي يا نبي الله أجر من الشاهين، يعني الطائر الذي مثل النسر. ففعل، ثم جاء الشاهين قال يا موسى هرب مني طير وأنا جائع. فقال فهل تريد إلا سد الجوع؟ قال نعم. قال أنا أعطيك لحما؟ قال نعم. لكن لا أكل إلا من فخذك. قال نعم. قال لا أكل إلا من عضدك. قال نعم. قال لا أكل إلا من عينيك. قال نعم. قال لله ضرك يا كليم الله، أنا جبريل وهذا الطائر ميكائيل، أراد الله تعالى أن يظهر شفقتك للملائكة ليرد عليهم قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها. ولذلك يا إخوان عليكم بالتمسك بهذه الخصلة ألا وهي الشفقة على عباد الله، فلها من المكرمات والفضائل ما الله به عليم. جاء في بعض الأحاديث والروايات في حياة الحيوان، جلس موسى عليه السلام تحت شجرة فلدغت النملة فأحرق النمل، فأوصل الله إليها فهل نملة واعدة. وكان قبل ذلك يقول يا ربي كيف تعذب قوما بذنب رجل واعد، فأراه ذلك في النمل يعلم أن العقوبة قد تعم الطائع والعاصي. قال الرفيع أحرق الحيوان من الكبائر، وإذا صعق الكامل وضع على النمل والقطران أو الزعتر أو الزيت ارتحل بإذن الله تعالى. لذلك عليكم يا إخوان بتشبث بهذه الخصلة العظيمة، ففيها من الخصائل. وأنهي كلامي بهذه الموعظة، قال صلى الله عليه وسلم من قاد أعمى 40 ذراعا أو 50 ذراعا كتب الله له عتق رقبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاد ضارنا إلى مسجد أو إلى منزله أو إلى حاجة من حوائجه كتب الله له بكل قدم رفعها ووضعت عتق رقبات وصلت عليه ملائكة حتى يفارقه، ومن مشى بضرير في حاجة حتى يقضي أعطاه الله براءة من النار وبراءة من النفاق، ولم يزل يخوض في الرحمة حتى يرجع. لذلك عليكم يا إخوان باتباع هذه الخصلة العظيمة ألا وهي الشفقة على خلق الله. وإلى موضوع آخر بحول الله، ولا تنسون من الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. واش فايت مشات ليك لاكارت وما عرفتيش كيفاش ترجع لمرتك؟ واش لاكارت سيم عندك ماشي بسميتك؟ واش في خبارك باللي تقدر؟ لقيت لك هذيك الكتابه والجهه.